السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، الصديقة الشهيدة، قديسة طاهرة وسيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين، ومن المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس، وسليلة النبوة والفضل والعصمة والسجايا الخير، ورمزا في الصبر والتضحية والإيثار، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة بنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأمها خديجة بنت خويلد، أزهرت الأرض بنورها في مكة. وفي العشرين من جمادى الآخرة، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أعوام، ولدت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في بيت اختاره الله سبحانه مهبطا للوحي ومقرا للنبوة وتبليغ الرسالة، فأزهر ذلك النور المحمدي في بيوتات مكة، وأضاء الله تعالى بنورها الأرض. نشأت سلام الله عليها في بيت الوحي والنبوة في ظل أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمها خديجة في بيت مفعم بالإيمان والتقوى، وعاشت محن تبليغ الرسالة الإلهية منذ نعومة أظفارها. كانت تكنى عليها السلام بأم أبيها وأم الصبطين وأم المحسن وأم الأئمة. أما ألقابها عليها السلام فهي الزهراء، الصديقة، الشهيدة، المباركة، الطاهرة، الزكية، الراضية، المرضية، المحدثة، البتول، الحوراء، بضعة النبي، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، أم أبيها. شهدت الزهراء منذ صغرها أحداثاً كثيرة، منها معاناة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من اضطهاد قريش، فكانت ترعاه رعاية خاصة كرعاية الأم الرحيمة والعطوفة، فكان النبي صلى الله عليه وآله يراها بمنزلة الأم لعظمة مقامها ومنزلتها عند الله، ولذلك كان يقبل يديها ويقوم لها احتراما وإجلالا حينما تدخل عليه. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى يثرب، التحقت سلام الله عليها والفواطم مع ابن عمها علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المدينة المنورة وهي في الثامنة من عمرها الشريف، وبقيت إلى جنب أبيها صلى الله عليه وآله. تميزت عليها السلام بالنضج الفكري، إذ وهب الله تعالى لها ذهناً وقاداً. وفي السنة الثالثة قبل الهجرة توفيت خديجة سلام الله عليها، فعاشت محنة فقد أمها، إذ كانت دموع الفراق تتسابق على خديها ليعوضها رسول الله صلى الله عليه وآله من حبه وحنانه، وقد صرح رسول الله بذلك حيث قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أحبها فقد أحبني. وقال أيضا: فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي. بقيت عليها السلام إلى جنب أبيها حتى اقترنت بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد منح الله تعالى الذرية المباركة حيث جعل منها الأئمة المعصومين عليهم السلام، فأصبحت الوعاء الطاهر لبيت النبوة، وأعطت الصورة السامية للمرأة المسلمة، فقد بلغت مواقع ريادية في بناء وتدعيم قواعد الدين الإسلامي وتثبيت أركانه، فقد نعتها رسول الله صلى الله عليه وآله بخير نساء العالمين، إذ قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وقفت سلام الله عليها موقفا لا مثيل له إلى جانب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نصرة الحق والدفاع عنه وفي أحلك الظروف، وقد مثلت عليها السلام أشرف ما في المرأة من عفة وكرامة وقداسة،
وكفاها فخرا أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة، فكانت عليها السلام نفحة من مكارم أخلاق أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد ناهضت سلام الله عليها الظلم والاستبداد والأهواء المنحرفة ببلاغة وحكمة، على الرغم مما تعرضت له من ظلامات بعد وفاة أبيها، إلا أنها دعت إلى مقاومة الظلم والباطل والتمسك بتعاليم الله ورسوله، وبذلك فقد كشفت الحقيقة وربت الأئمة على التصدي للجور والباطل. واقتطفت زهرة علي. لم تبق فاطمة عليها السلام بعد أبيها سوى أشهر معدودة قضتها بالبكاء والنحيب والأنين حتى عدت من البكائين. وفي الثامن من شهر ربيع الآخر، أو في الثالث عشرة من جماد الأولى، وقيل في الثالث من جماد الآخر، في سنة 11 من الهجرة الشريفة، توفيت السيدة الزهراء. وبرحيلها افتقدت الأمة الإسلامية أكمل النساء وأشبههن برسول الله صلى الله عليه وآله سيرة ومنهجا، وانتهت بذلك حياتها الزاخرة بالفضائل والمناقب، وراحت إلى ربها مظلومة شهيدة. لكنها كشفت عن الزيف والاستبداد ومقارعة الطغاة الظالمين، ووقفت بوجه كل من أراد طمس معالم الحق والحرية. فسلام عليك يا بنت رسول الله وزوجة وليه، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله، ومن جفاك فقد جفى رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه. فسلام عليك يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعثين حية. فاطمة عليها السلام، الحوراء الإنسية.